السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناتكم قناة الكرة مع الدكتور. النهاردة أكلمكم في موضوع رياضي مهم جدا، بس الأول كده نبدأ نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولو كانت أول مرة تشوف القناة يا ريت تعمل لايك للفيديو ده وتعمل له شير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، يا ريت الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. النهارده هنتكلم في مواضيع مهمة، بس أنا هبدأ بأول موضوع مهم جدا منهم، موضوع اللي هيصة عليه السوشيال ميديا بيقولوا إن مرتضى منصور حاليا ممكن يتحاكم وجاري، وبعد ما صدر القرار بإلغاء اللجنة التشريعية خلاص ممكن دلوقتي مرتضى منصور اتشالت من عليه الحصانة وممكن يتحاكم. الكلام دوت كان جاري فيه قناتين تقريبا، وهما القناتين اصدقاء واصدقاء بس واصدقائنا كلنا، وانا بخش شو انا بخش اشوف الدكتور أبو انا بخش اشوف ابو المعاطي زكري. ابو المعاطي زكري على فكره اكتر واحد راجل صادق وكلامه بيبقى صدق جدا، بس هما المعلومه اللي واصله لهم مش معلومه حقيقيه. انا بجيب لكم المعلومه الحقيقيه، المعلومه الحقيقيه بعد استطلاع رأي بعض الناس الحقوقيين قال لك لأ، الحصانة تنتهي يوم 10، يوم ما تتعقد أول جلسة لمجلس النواب هو ده اليوم اللي هتبتدي فيه الحصانة الجديدة. فيعني أنا بقول لحضراتكم إن الكلام اللي اتقال ده مش حقيقي، وإن فعلا حقيقة مرتضى منصور مستمر عنده الحصانة. أي خطوات حصلت من الناس من المحامين او الناس او اي ناس ليهم حقوق عند مرتضى منصور؟ اول خبر حبيت اقوله لحضراتكم وابدا بيه الفيديو عشان اعرف حضراتكم الامور فيه ايه. هاجي بقى الموضوع تاني مهم، موضوع ترك الشيخ. انا اتكلمت قبل كده قلت لكم يا جماعه في واحد وفي ناس كتير على السوشيال ميديا بتستغل اسم ترك الشيخ في الميديا الرياضيه، وبيقولوا ان تركي آل الشيخ ليه ايادي. امبارح الساعه 2 بالليل ظهر تركي آل الشيخ لاول مره تركي آل الشيخ مش عارف لما خد وتقريبا امبارح كان بيقولوا انه اتصور تالت يوم ليه تصوير انه خد المصل بتاع كورونا، فتقريبا جات له الشجاعه وبقى عنده الحريه وعنده الحماس انه يتكلم في على السوشيال ميديا، فعمل على الفيسبوك الفيديو بتاعه هو مطول فيه قوي، فعمال يسأل الناس اللي حواليه اسم زايد او اسم زهر او مش زهر، لكن ايه هو الحلو الفيديو موجود على السوشيال ميديا او على الفيسبوك في مدة 10 دقائق، لكن الفيديو نفسه هتلاقوا ان هو متكلم في حدود 3 4 دقائق اللي هما بيتكلم فيهم عن الموضوع المهم اللي هو بيتكلم فيه. طبعا انتوا عارفين ان صفقة سيرينيو فشلت، فناس كتيرة اتهمت تركي آل الشيخ بان هو اللي افشل الصفقة. هو الراجل اتكلم صراحة قال انا ماليش اي علاقة بالصفقة، وانا زي ما قلت لكم انا قبل كده، هو قال قبل كده انا علاقتي انتهت بالكرة المصرية، مفيش بيني وبين الكرة المصرية اي اتصال، وان انا بحب الاهلي واهلاوي وبدين للاهلي بقلبي وعزيز جدا على الاهلي، واتمنى في اي وقت ان الاهلي يطلبني لو ان انا عارف ان في الوقت الحالي ممكن الاهلي ما يطلبنيش، عشان زي ما انا قلت لحضراتكم بالظبط اللي جوه النفوس جوه النادي الاهلي من ناحيه تركي آل الشيخ. فقال انا شخصيا اتمنى ان الاهلي يطلبني في اي حاجه وانا تحت امر الاهلي. على فكره هو خد الرئاسه الشرفيه لنادي الهلال السوداني وبدا قال انه هيدعم نادي الهلال السوداني، وقال انه مستعد يدي اي حاجه اي فلوس او يدي اي يصرف على النادي الهلال السوداني باي فلوس الفتره الجايه، غالبا هيقف جنب النادي الهلال بحيث انه يوقف الهلال على رجليه، بحيث ان لو ان الهلال عنده لعيبه عايز يضيفهم ممكن يضيف له لعيبه، لكن قال انا ماليش علاقه اي علاقه بقصه سيرينيو،
ولا هل سيرينيو هيروح فين؟ وانا اتمنى من كل قلبي ان سيرينيو يروح الاهلي، واتمنى ان الاهلي يبقى اقوى فريق لان انا بحبه والاهلي عزيز عليا. انا شخصيا برضو عايز اقول لحضراتكم ان انا كاهلاوي ما بستبعدش عنه شغل عيال صغيره، يعني ما بستبعدش عن تركي آل الشيخ انه يعمل الحركه، انه ياخد لو الولد ده راح الهلال السوداني يبقى اتاكد ان الموضوع في رجل تركي آل الشيخ. لكن انا شايف انه ما بقاش دلوقتي مفيد للاهلي، بل بالعكس بقى يعني ضرر. عايز الاهلي، مش عايز الاهلي في فتره محمود الخطيب ينجح، ومش عايز الاهلي تبقى ليه بصمات، او ان الاهلي يبقى النادي المحترم اللي بيعمل انجازات كتيره. لكن هو بيقول انا بحب الاهلي وبتمنى كل حياتي ان الاهلي يبقى قوي، وعمر ما اشتغل ضد الاهلي، وعمر ما انجازات تركي آل الشيخ هتبقى ضد الاهلي. على كل حال نتمنى ان يكون كلامه صدق وان يكون بعيد عننا. احنا زي ما قلت لحضراتكم، احنا كاهلاويه ما نتمناش ان يبقى فيه واحد بينم علينا بكل جنيه بيدي اداره مجلس النادي الاهلي انه ادانا لعيب او اتنين وعطف علينا بلعيبه. فعشان كده انا شخصيا بتمنى انه يفضل بعيد عن النادي الاهلي وما يحطش ايده في ايد النادي الاهلي، والاهلي ان شاء الله في طريقه. امبارح طبعا شفت حضراتكم ماتش الاتحاد والاهلي وماتش الزمالك وسموحه. انا طبعا مش هتكلم عن ماتش الزمالك وسموحه، رغم ان الماتش طبعا يعني ايه او الزمالك كسب، هو سموحه ما كانش برضو يعني عامل حسابه قوي، ونادي الزمالك يعني لو لاحظته ما كانش موجود فرجاني ساسي وما كانش موجود مصطفى محمد، وطبعا احنا عارفين ان طارق حامد ما كانش موجود عشان بيقال ان طارق حامد عنده كورونا. الله اعلم بظروف النادي، وانا قلت وتمنيت من الاول خالص ان نادي الزمالك يرجع اقوى من الاول واحسن من الاول، لكن يعني هو فاز امبارح 2-0، وفي الجون بتاع المدافع كان جميل قوي بصراحه، والمدافع يستحق انه يبقى اساسي في كل ماتشات الزمالك. نيجي لماتش الاهلي، ماتش الاهلي فاز 4-0. العيب في ماتش الاهلي كان كلام ابراهيم حسن عن موسيماني. حسن امبارح لما اتكلم عن موسيماني قال انه مش مدرب اللي هو، ومش المدرب الفريق اللي الناس كلها تبقى سعيده بيه. احنا لو جبنا عم بقى حارس بتاع النادي الاهلي وقلنا له درب النادي الاهلي هيبقى حارس سعيد جدا وهيجيب بطولات احسن من اللي بيجيبها موسيماني. طبعا كلام لم يلقى قبول من ناس كتير، ومن الناس اللي ما لقاش عندهم قبول كان حسام حسن نفسه، يعني كان زعل من اخوه، وبل وهو في المؤتمر الصحفي بص لاخوه بصه، مش يعني الناس قالوا انه بص لاخوه بصه عتاب وقالوا له انت كده بتغلط في النادي الاهلي وكده بتزعل اداره النادي الاهلي. لكن بصراحه موسيماني كان مهذب جدا ورد على الامور بكل تهذيب، وقال انه بيحترم جدا نادي الزمالك، وكان سعيد ان نادي الزمالك يبقى انه موسيماني امبارح قال انه كان سعيد جدا بلقائه مع الاتحاد، وان نادي الاتحاد شافه بنفس القوه، وانه كان عامل حساب نادي الاتحاد، وان ما فيش فريق ممكن يعمل بطولات بدون ما في يكون في مدير فني محترم والناس بتحبه واللعيبه بتحبه وبتثق فيه. وعلشان كده هو كان في منتهى السعاده انه فاز امبارح بالنتيجه ديت على الاتحاد، وان الاتحاد فريق محترم. اهداف الدوري طبعا جابنا عندنا كهربا جاب اول جون، وبعدين محمد شريف، وبعد كده حسين الشحات جاب جون، قلوب الدفاع عندنا جاب جون، وكانت نتيجه الاهلي نتيجة امبارح مطمئنة، ونتيجة بتطمنك على فريقك قبل ما يلعب الماتش الافريقي بتاعه. وكان الاهلاوية امبارح في منتهى السعادة، وكانت مباراة الاهلي جميلة جدا جدا جدا. نتمنى ان الاهلي يواصل بنفس الموضوع، وعايزين نعرف ايه النتائج مع الفترة الجاية
مع مجموعة الزملكاوية، هل خلاص كده شكله فرجاني ساسي هيروح نادي الدحيل القطري؟ هل مصطفى محمد هيروح النادي الفرنسي؟ كل الأمور دي هنعرفها الفترة الجاية، وهنعرف هو نادي الزمالك وصل مع فرقته لحد فين، مع ان انا اتمنى ان الزمالك يفضل بنفس قوته ويبدا يستعيد فلوسه ويستعيد الموارد الماديه، وده مش هيبان الا الفتره الجايه، بان الا الفتره الجايه لما النائب العام يتدخل ويبدا التحقيق مع مرتضى منصور ومع الرجاله بتاعته، ويتعرف الفلوس الكتيره اللي كانت على نادي الزمالك راحت فين. يعني انا قلت كلمت لحضراتكم وقلت لكم ان الامور بتتكلم في مليار و500 مليون جنيه، هل الفلوس ديت في ايد ولا في حضن اداره نادي الزمالك؟ الفلوس ديت ضاعت، ده كله هيبان مع التحقيقات، بس نرجو ان احنا يكون في تحقيقات، لان مرتضى منصور مستنياه مجموعه تحقيقات كتيره جدا مطلوبه منه الفتره الجايه، يعني قدامه بتاع 25 ولا 30 تحقيق، منهم التحقيقات اللي تخص الكابتن محمود الخطيب، وتحقيقات عاملها سمير صبري المحامي الكبير، والتحقيقات بتاعت النائب العام اللي قدمها، اللي اخيرا قدمها اشرف صبحي للنيابه، اللي هتبدا التحقيق فيها بمجرد ما تتشال الحصانة النهائي عن مرتضى منصور. أشكر حضراتكم وأتمنى إن الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبك الفيديو يا ريت ترفعه اعملوا لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ويا ريت اللي عنده مواقع تواصل اجتماعي يشيره لكل الناس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.